أدوات البحث العلمي، المقابلات، الاختبارات، الملاحظة، والاستبانة. ممتاز. إذا جوانب الشخصية الإنسانية التي استهدفها في البحث العلمي هي الجوانب المعرفية والجوانب السلوكية والجوانب الوجدانية. الجوانب السلوكية بمعنى أو الجانب المهاري اللي فيه في مهارة. طيب، ما هي العلاقة بين أدوات جمع البيانات البحث العلمي بجوانب الشخصية الإنسانية؟ ما العلاقة بين هذه الأدوات؟ هل نستطيع أن نستخدم أي أداة مع أي مجال من مجالات الشخصية الإنسانية؟ الآن الجوانب المعرفية، ينفع نستخدم أي أداة مع الجوانب المعرفية؟ ممتاز. الاختبارات، هذا الجانب الأول من جوانب الشخصية الإنسانية اللي هو الجانب المعرفي، نستخدم أداة الاختبارات. طيب، الجانب السلوكي، الأداة المناسبة لدراسة الجوانب السلوكية. ممتاز. الملاحظة. طيب، الجوانب الوجدانية. ممتاز. المقابلات والاستبانات. وعلى الجانب الوجداني، هو كل ما يجده الإنسان في نفسه من مشاعر وانفعالات عقلية ونفسية. أمثلة على الجانب الوجداني: الاتجاهات، الميول، والقيم. وقلنا أنه عندنا أداتين لجمع البيانات حول الجانب الوجداني اللي هي المقابلات والاستبانات. سؤال يطرح نفسه: أيهما أفضل في قياس جوانب الشخصية الوجدانية، المقابلات أم الاستبانات؟ طبعا حنجري مقارنة. المقارنة أولا، من إيجابيات المقابلة أنها أكثر عمقا ودقة في قياس المتغيرات النفسية، لأنها يتاح للملاحظ أو للباحث ملاحظة الانفعالات على وجه المفحوص وملاحظة نبرة الصوت، وكذلك يتيح للمستجيب فرصة أكبر للتعبير عن نفسه، كذلك يتيح للباحث فرصة رصد أكثر دقة للمتغير، وتناسب المفحوصين الذين يستطيعون التعامل مع الاستبانات. لكن في المقابل صعوبة إمكانية تطبيقها مع عدد كبير. يعني لو أنا عندي اليوم دراسة، مجتمع الدراسة كبير، فالمقابلة تحتاج إلى وقت كبير لتنفيذها، تحفظ المستجيب عن الإجابة على الأسئلة الحساسة. يعني أحيانا إذا لو سألت المفحوص سؤال مكتوب مثل في المقابلة في الاستبيان، فإنه يجيب بدون حرج، لكن السؤال الشفهي أحيانا يهرب المستجيب من الإجابة لو حرجا من الباحث. صعوبة تفريغ وتحليل البيانات، لأنها طبعا بيانات نوعية تنتج عن عبارة عن كلمات وعبارات وجمل، فهي ليست بالسهولة تفريغ هذه البيانات. وكذلك ارتفاع كلفتها المادية، حيث أنه تحتاج إلى مقر، وتحتاج إلى قد تحتاج إلى سفر الباحث إلى مقر وجود المفحوصين. الاستبيان تستطيع أن تطبقه على ما شئت من الأعداد. سهولة تفريغ وتحليل بياناتها، طبعا هي بيانات ورقية، بيانات رقمية. توفير الوقت الكافي خصوصية المستجيب، طبعا المستجيب يأخذ الأداة معه، وقد يعني حسب وقته المناسب يستجيب لها. وكذلك سهولة المهمة المطلوبة من قبل المستجيب. الآن المستجيب أمامه أداة، ليس يعني أمام يعني المهمة المطلوبة منه فقط أنه يحدد الاختيار الذي يمثله أو الذي يعبر عنه. طبعا السلبيات حق الاستبانة: احتمالية عدم جدية المستجيب في التعامل مع فقراته، صعوبة جمع وارتفاع نسبة الفاقد. بالعادة أن الواحد أنه أحيانا يقوم بتوزيع مئات من الاستبانات، ويعني لما يأتي مرحلة جمع الاستبانات المستردة يكون العدد قليل مقارنة باللي تم توزيعه. لا تتيح للمستجيب مساحة حرة للتعبير عن نفسه، وتقوم على افتراض أن المفحوصين يجيدون القراءة والكتابة. وهذا هو تعريف الاستبانة. وقد عرف الاستبانة بأنها أداة من أدوات البحث العلمي تتكون من مجموعة من العبارات المصاغة في صورة تقريرية غير مباشرة تقيس أحد مجالات الجانب الوجداني لدى الفرد، وذلك من خلال اختياره لفئة الاستجابة المفضلة التي يعتقد أنها تنطبق عليه أو تعبر عنه. نريد أن نتعرف على مكونات الاستبانة. مما تتكون الاستبانة؟ الاستبانة تتكون من أربع مكونات. المكون الأول
المقدمة والتعليمات. الجزء الثاني من الاستبانة هي المعلومات الديموغرافية الخاصة بعينة الدراسة أو مجتمع الدراسة. الجزء الثالث هي عبارات الاستبيان والتي تعتبر العمود الفقري للأداة. المكون الرابع هي فئات الاستجابة، وهي متصل السمة التي يختار عليه التي يحدد عليه المستجيب نفسه على عبارة الاستبيان. عشان نتعرف على المقدمة والتعليمات، هي الجزء الأول من الاستبانة، وتهدف إلى التعريف بالباحث وجهة عمله وفي البحث وأهدافه وطبيعة المهمة المطلوبة والمفحوص المشاركة فيها. مواصفات المقدمة الجيدة، يجب أن تتصف بمجموعة مواصفات، منها تعرف بوضوح الباحث وجهة عمله والبحث وأهدافه، أي يظهر فيها عنوان البحث، يظهر فيها اسم الباحث. المواصفة الثانية تحتوي مثال توضيحي لكيفية الاستجابة. أيضا المقدمة يجب أن تحوي مثال للباحث يستطيع من خلاله أن يجيب على الاستبيان، يعني يطمن الباحث أو المستجيب أن هذه الاستبانة لن تأخذ منك الكثير من الوقت، وأيضا أن البيانات التي ستدلي بها ستكون سرية ولن يتم استخدامها إلا لأغراض البحث، وأيضا توضح دور المفحوص وأهمية مشاركته في الدراسة. كذلك تحدد آخر موعد لإعادة الاستبانات إلى الباحث، هذا مهم جدا. احيانا الباحث يرسل الادوات الى مفحوصين ويتاخر في الرد عليه لانه ما ذكر ان هناك يعني ارغب في اعاده الاستبانه بتاريخ محدد. وكذلك تقديم الشكر المفحوص على وقته المستقطع للمشاركه في الدراسه. وهي اول، على الرغم من انها اول اجزاء الاستبانه، الا انها اخرها في الكتابه. المكون الثاني من مكونات الاستبيان المعلومات الديموغرافية، وهي المعلومات الشخصية التي يرغب الباحث في معرفتها عن المفحوصين. مواصفات المعلومات الديموغرافية الجيدة، أولا الاقتصار على المعلومات التي يحتاجها الباحث بالإجابة عن تساؤلات الدراسة. جمع بيانات المتغير في مستوى الطبيعي، البيانات المتغير يجب أن تجمع في المستوى المحدد عن هذه، ويمكن تحديدها بعد الانتهاء من خطة البحث. المكون الثالث عبارات الاستبيان، وهي مثل ما قلنا العمود الفقري للاستبانة، وهي عبارات تقريرية مصاغة بطريقة غير مباشرة، نؤكد على طريقة غير مباشرة للتعبير عن حالة المتغير المستهدف. مواصفات العبارات الجيدة، أولا مصاغة بطريقة غير مباشرة، لأن نحن نرغب في كشف جانب وجداني خفي خارج من المصطلحات المتخصصة التي يصعب فهمها على المفحوص. تنوع بين العبارات الموجبة والسالبة، عدم استخدام أدوات النفي، تحويل العبارات الموجبة إلى أخرى سالبة، تقيس عنصرا واحدا فقط غير مركبة وقصيرة، عدد كلماتها قليل، يعني بعض العبارات تكون من سطرين فيواجه صعوبة المفحوص فهمها. التأكد من أن محتواها ينطبق على جميع المفحوصين، طيب لا تثير في التحسس المفحوص، ويعني الأسئلة اللي أحيانا العبارة تتعلق بالجوانب الدينية ومعتقدات تثير تحسس المفحوص، فيعني نطرح العبارات بشكل نتأكد من أنها ما تثير تحسس المفحوص. طبعا هذا الجزء من الاستبانة تكتب بعد الانتهاء من مراجعة الأدوية البحث السابق، وتعتمد بعد الانتهاء من مرحلتي التحكيم والدراسة الاستطلاعية. المكون الرابع من مكونات الاستبانة، تستكمل مكونات الاستبانة، هي فئات الاستجابة، وتمثل الجزء الرابع، تتكون من عدد من الاستجابات المحتملة التي يختار المفحوص منها ما يرى أنها تنطبق عليها أو تمثله. ومن أشهرها أسلوب التقدير الجمعي ليكارت وجرين، وأسلوب الفقرات المتساوية ظاهريا مثل السطور. هذا طبعا اللي يجي في على يسار، بالعادة على يسار الفقرات العبارات يجي مقياس متدرج يختار من ضمنه المفحوص ما الدرجة التي يرى أنها تمثل. نفترض أنه مقياس ثلاثي موافق، لا أعلم، غير موافق، هذه مقياس ثلاثي. مواصفات فئات الاستجابة الجيدة، يتناسب عددها مع خصائص المستجيب.
طبعا هذه الفئات تكتب بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم وتعتمد بعد الدراسة الصناعية أيضا.